ثم نعود لنستقبله على مسرح شاطئ الراحة. منذ اللحظة الأولى توقعت أن أصل إلى الحلقة النهائية، كنت كل ما أغمضت عيني وفكرت أراني بوضوح في الحلقة الأخيرة من البرنامج. أجمل اللحظات في مسرح شاطئ الراحة هي اللحظة التي أعلن فيها مقدم البرنامج أنني تأهلت إلى دور 6. يسرنا أن نرحب اليوم بالمتأهل إلى المرحلة الأخيرة الثانية مع الشاعر حيدر محمد ولد إيدومو من موريتانيا. ما أصعب اللحظات علي فكانت لحظة الارتجال المباشر أمام لجنة التحكيم، كانت أصعب اللحظات في حياتي على العموم وفي مسيرتي في البرنامج أيضا. أرى فرصتي في إحراز لقب أمير الشعراء فرصة كبيرة جدا، فحسب مسيرة البرنامج وحسب وجودي في البرنامج وحسب تفاعل الجمهور الموريتاني معي أعتقد أنني سأكون الأمير. أعددت نصا متميزا باعتقادي لهذه الحلقة انطلاقا من طلب لجنة التحكيم أن النص يجب أن يكون أقوى ما لدينا. أنا حضرت أقوى ما لدي وهو نص في الحب، الحب المحض، الحب الرباني دعني أقول. أعتقد أن النص سيعجب الجمهور إضافة إلى أنه نص يمثلني على المستوى الشخصي. الفوز بإمارة الشعر يعني لي بداية تحقيق حلم كبير في حياتي وهو أن أكون أحد الشعراء العالميين الكبار ويضاف اسمي إلى أسماء العظيمة كالمتنبي و درويش، طاغور، سنغور. فأنا هنا لأحصد هذا اللقب لا لشيء آخر وسأحصده. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالشاعر رقم 12 محمد ولد إيدومو من موريتانيا. يا محمد، يا مساء الأنوار. مساء النور يا صديقي. يعني مش بس حيدر جايب محبينه معه، انت كمان ما شاء الله دائما المسرح مليان بمحبيك. وسأغتنم فرصة لنوجه تحية للجمهور الموريتاني الرائع اللي عم يتابعنا هلأ. بمنتهى الصراحة، هل تتوقع أن تفوز أنت الليلة؟ إحساسك الداخلي شو عم يقول لك؟ هل سأتوج في هذه الأمسية بلقب أمير الشعراء؟ نعم، إحساسي يقول لي أنني سأكون الأمير. حلوة الثقة وجميلة، لكن ماذا لو لم تتوج بلقب أمير الشعراء؟ أسمعنا. سأحكي لك فحوى مكالمة مع أبي قبل يومين جوابا على هذا السؤال. حلو، تفضل. أنت الأمير، أنت الأمير، فعد بالتاج للبلد، عبد عبد طريقك للأمجاد والتئد، وكن بشعرك إنسانا يقول أبي، كن أنت ذاتك لا تنقص ولا تزد. جميل. فإن تأمرت عرش الشعر، فإن تأمرت عرش الشعر حق لنا فخرا، وإلا فلا تذريب، لا تذريب يا ولدي. الله، وتحية لوالدك أيضا. أحييه أنا أيضا من هنا. تفضل ولنسمع منك قصيدة أنت اخترتها لهذه الأمسية كي تكون هذه أيضا القصيدة مسك الختام في ختام الأماسي في برنامجنا ومسابقتنا. تفضل. إن شاء الله. قبل ذلك سأحيي جمهور الذي حضر معنا من موريتانيا اليوم، شكرا جزيلا على حضوركم، وشكرا لسعادة السفير، سعادة السفير سيد محمد الحنان على حضوره سفير موريتانيا في جمهورية في دولة الإمارات. وأشكر أيضا الذين يتابعون الآن من فضاء التنوع الثقافي، أشكرهم واحدا واحدا كل باسمه واسمه. تفضل يا محمد. بسم الله. اسمحوا لي في البداية أن أهدي هذا النص إلى صديق عزيز غاب عن متابعتي خلال هذه المسابقة كلها، صديقي النور الذي اختطفه الظلام، إسحاق بن المختار. أتمنى أن يعود إلى حضن أمه فاطمة وإلى حضن أمه الكبرى موريتانيا إن شاء الله. النص تحت عنوان حبيبي.
وألقى قميص الحب وألقى قميص الحب حولي بشيره فأبصرت نورا أبصرت نورا ليت أني أزوره وما الشعر للأحباب ما الشعر للأحباب إلا توله وقربان تحنان تسنت نذوره قصيدي وأشواقي رسول محبتي لطه صلى الله عليه وسلم قصيدي وأشواقي رسول محبتي لطه الذي عم المجرة نوره وطه الذي وطه الذي مهما تلفظ مقولي قصيدا ومنذورا سيبدو قصوره لطه الذي آنست مني بجلوة نزوعا إلى رياه يدنو عبيره لطه الذي أوقفت عمري لحبه ويملأني في كل آن حضوره وطه حبيبي وطه الذي أوقفت عمري لحبه ويملأني في كل آن حضوره وطه حبيبي وطه حبيبي كم سكرت بحبه أسكر سوى هذا تحل خموره أحب رسول الله أحب رسول الله طبعا سجية تلبسني من حيث أدري شعوره أحب رسول الله فيضا من الرؤى ورؤيا من الفيض الموشى حريره أحب رسول الله نبعا من التقى وجسرا إلى الفردوس يزهو عبوره صلى الله عليه وسلم أشكركم. شكرا يا محمد. مضى علينا زمن طويل لم نسمع من الشعراء المتسابقين مديحا نبويا، وكان رأينا دائما أن مديح النبي عليه الصلاة والسلام حق لكل محب مؤمن، ولكن هل يملك الشاعر المعاصر القدرة على التسلق إلى ذروة المقام العالي لتكون اللغة وليكون الدفق العاطفي وليكون الفيض الشعري أيضا في مستوى هذا المقام؟ كل السؤال هنا. إنا لا نريد أن نوئس الشعراء من فيض الشعر، ولكن بعد البوصري وأحمد شوقي يعسر عليهم تجاوز مستوى هذين العملاقين، ولذلك أنت أفقت النص ونثرته بتكرار اسم طه 5 مرات ومحمد 3، مما يجعلنا نخشى أن يجنح بك ذلك إلى شيء من تفاصيل النثر. انظر إلى الشيخ البوصيري، يعني أعتقد أنه ذكر مرة واحدة محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يعني في قصيدة طويلة جدا. مرة واحدة. على كل حال، وأرى أن الأبيات الثلاثة كانت أشعر شعرية من القصيدة، كنت فيها رائعا يا محمد، فكأنك فككت فيهن من عقالك وأفلت من شكالك فعبرت بأجمل لغة عن حالك. إنما يدل ذلك كله على أنك شاعر كبير فعلا. أهنئك بهذا النص البديع. شكرا. جميل أن تتوجه إلى الحبيب المصطفى بهذه النبرة الصوفية المخلصة المفعمة بروح الدراويش ولذة التذكار، لكنك في الحقيقة تضع نفسك في مأزق حقيقي لأمرين. الأمر الأول أشار إليه صديق الدكتور عبد الملك، لأنك لا تستطيع أن تتفوق اليوم على شعراء المدائح العظماء منذ كعب بن زهير وحسان إلى أحمد شوقي.
الأمر الثاني وهو الأخطر، هل يكفي أن تبث الرسول آيات الحب والوجد والهيام وأنت ترى متغيرات الحياة وأمور الإسلام الذي جاء به وهو يتعرض لأعظم المحن من التحريف والتجريف والإرهاب وإراقة الدم باسم هذا الإسلام؟ ألا يثير فيك ذلك شجونا تملأ الدنيا والآخرة؟ أقدر تماما حبك ووجدك في تكرار اسم الحبيب طه، لكنك لا تزيد عن أي درويش يعاقر الأذكار ويترنم في غيبوبة الوجد الصوفي. أفعمتنا بعطر المحبة والشعر يا ولد إدوم. شكرا. هنا مشاعر صادقة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومطلع القصيدة موفق حينما تستحضر اللحظة التي ألقي فيها أو التي ألقي قميص يوسف على يعقوب فارتد بصيرة. لكن هل نحت هذه القصيدة منحا تصويريا؟ أتوقع أنها وقعت في أسر الخطابية وتردد وطاها الذي وطاها حبيبي وأحب الرسول الله 7 مرات في نص قصير. ترى لماذا لم يستطع هذا الحب أن يصنع نصا حديثا، نصا كنا نتطلع إليه أن يرتقي إلى مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، نصا يرد ردا حاسما على أولئك الذين يتكذبون عليه ويبتكرون الفظائع باسمه الشريف وباسم الإسلام. هو الذي أبان عن في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هو الذي أسس لدين السلام والعفو والسماحة. نشاركك مشاعرك النبيلة الصادقة، لكننا نأمل أن نصل إلى قصيدة ترتقي إلى مقامه. في نصك مراوغة ذكية، تركت أباك يتحدث ليقول لك أنت الأمير فعد بالتاجر البلدي، إن التيجان للأكاسرة والتاجر القيصر ليس للشاعر، الشاعر حقه العباءة وحقه المشت. المراوغة الذكية منحتك أن تعبر عن نفسك وجعلتك تعبر عن خلجات مشاعرك. جملة كن أنت ذاتك قد وردت في تعاليم حورية لمحمود درويش، وكن من أنت حيث تكون وقد كنت يا أخي محمد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا محمد. شكرا يا صديقي. شكرا لك، وبالتوفيق إن شاء الله.